سفير 43 وفرناس 142 هما النموذجان لطائرتين من صنع جزائري 100%. تتمثل مهام هاتين الطائرتين في التدريب والتكوين القاعدي للطلبة الطيارين. نرى إقبال البارحة واليوم معرفة المواطن يحتك بالمؤسسة العسكرية، مدى قبول وتفهم هذه المؤسسة، ماذا تعمل صناعة الطائرات، يقول في نفسه صناعة الطائرات، نعم صناعة الطائرات، وقيادة القوة الجوية بتوجيهات الجيش الوطني الشعبي على رأسها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد فريق الأول. هناك أبواب مفتوحة على طول العام. جناح القوات الجوية والذي عرف إقبالا مميزا من قبل الجمهور يعرض منتوجات تنافسية محققا نسبة إدماج مذهلة. نسبة الإدماج الكلي 100%، صنع جزائري، يعني يد العاملة كفاءة جزائرية 100%، من مختصين مهندسين في علم الطيران ومختصين مهندسين في علوم أخرى تكنولوجية. مؤسسة تجديد العتاد الخاص تراهن هي الأخرى على التصنيع. المهمة الأساسية للمؤسسة هي تجديد وصيانة وتصنيع العربات الخاصة لاستغلال الطائرات. من جهتها مؤسسة تجديد عتاد الطيران حاضرة هي أيضا بالمعرض. من المهام الرئيسية للمؤسسة هي المراجعة العامة، صيانة، عصرنا حتى عصرنا الطائرات القتالية، طائرة النقل والحوامات التابعة لقواتنا الجوية. مشاركة مميزة للقوات الجوية للمرة السادسة على التوالي بمعرض الإنتاج الجزائري في مستوى وتطلعات زوار المعرض.